فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فالله نهى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أولا أمره أن يتمسك بما أعطاه الله من الوحي، ثم نهاه أن يتركه هو وأمته ويذهبوا إلى الآراء والأهواء والرغبات ويحملهم الحقد فيما بينهم على أن يكذب كل واحد منهم على الآخر ويعاديه ويترك ما معه من الحق. فهذه بلية عظيمة، وهي واقعة الآن في هذه الأمة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فهم فعلوا ما نهاهم الله عنه وتفرقوا في دينهم وتركوا الكتاب والسنة واتبعوا أهواءهم، وهذه مصيبة عظيمة. ولكن من عصمه الله ورحمه فإنه وإن حصل اختلاف، لأن الاختلاف من طبيعة البشر، وإن حصل اختلاف فإن أهل الإيمان يرجعون إلى كتاب الله سنة رسوله، ثم ينهي ذلك ما بينهم من اختلاف، لأن هدفهم الحق. وإذا كان هدفهم الحق فهو موجود في الكتاب والسنة، فإذا ظفروا به أخذوا به وتركوا أهواءهم، بخلاف أهل الكتاب من اليهود والنصارى والذين تشبهوا بهم من هذه الأمة، فإنهم يتركون الكتاب ويأخذون بالأهواء والرغبات وما يوافق رغباتهم وشهواتهم. ولذلك نجد حتى من المثقفين من هذه الأمة والذين يدعون المعرفة والفكر، أنهم إذا وافق قول العالم أهواءهم أخذوا به ومدحوه وأثنوا عليه، وإذا خالف أهواءهم ذموه وطعنوا فيه وقالوا فيه الأقاويل، لأنهم يتبعون أهواءهم ولا يريدون الحق.